أكيد نعرف تفاصيل. خليني أرحب بالأستاذ عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور. باشمهندس عماد، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ كل أهلا سنة وحضرتك بحضرتك. طيبة وكل الشعب المصري بخير وعام سعيد جديد، عام جديد سعيد إن شاء الله علينا جميعا يا بإذن رب الله. يا رب يا باشمهندس. باشمهندس عماد، اتفضل يا فندم. هل النهارده كل قطاعات القطاع الخاص هتقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ حضرتك، تم انعقاد اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الوزيرة هالة السعيد وعضوية الوزير حسن شحاتة، وزير العمل وزير علي مصرحي، وزير نيفينو، في حضور الاتحادات سواء اتحاد العمال او اتحادات اصحاب الاعمال. ده النهارده. لا، كان يوم الثلاثاء الاربعاء الماضي تمام مش النهارده، تمام اواخر الاسبوع وتم ده. اتخاذ تمام. عده قرارات. القرار الاول بعد المناقشات والمداولات وطبعا الاخذ في الاعتبار برضو الحاله الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم، وسواء اللي بتأثر على أصحاب الأعمال أو العمال، وتم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجر من 2400 ل 2700. العلاوة الدورية ستكون اعتبارا من بداية يناير، علاوة دورية 3% على الأجر، الحد أدنى 3% كل على قد ايه الأجر. بتتاخد دي بتاخد سنويا يا العلاوة فندم. سنويا؟ تمام دي اسمها اتفضل. العلاوة الدورية، بتاخد ايوه كل أول سنة دي 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 100 جنيه. تمام وكان في كمان توصية من المجلس لمجلس الوزراء إن مثل هذه العلاوات في التوقيت ده، يعني لو في إمكانية باستثنائها من تطبيق الضرائب عليها عشان العامل يحس بأكبر قيمة انه راحت ما له. فيش حاجة بتتخصم منه كتير، ده طرح بأكبر قيمة كويس. راحت له يعني. الأمر الآخر إن المجلس كانت رد القومي ايه على النقطة دي؟ في توصية طالع بيها في المجلس القومي، توصية. يعني تمام طلعناها ولسه منتظرين الرد. النقطة الأخرى إن طبعا اعتبارا من يناير سيتم زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني اللي ملوش علاقة بالحد الأدنى للأجور، حد الأجر الأدنى للأجر التأميني من 1400 ل 1700، ايوه ومن 10000 من 9400 ل 10900، ايوه ده اللي هو الأجر اللي بيحصل عليه التأمينات. لكن الحد الأدنى للأجر الكل اتفق على 2700، والأخذ في الاعتبار أن هذا القرار دون وجود أي استثناءات، يعني ما فيش أي هيئة أو أي منشأة أو أي شركة تقول ده إن أنا كلام مهم. باخد استثناء. هل ده قرار هيشمل كل القطاع الخاص اللي موجود كل في القطاع مصر؟ الخاص يا فندم، لأن ما كان فيش حاضر حد كل، عارض ولا حد قال؟ لا خالص يا فندم، ايوه لأن بعد المناقشات طبعا وكانت وجهات النظر، طبعا وفي الآخر بيصدر الشكل اللي اتفقنا عليه. بل كمان ان المجلس القومي للاجور خرج بتوصيه ان هيكون في اجتماع عقب شهر رمضان ان شاء الله القادم باذن الله، ان شاء الله على خير يا رب باذن الله، للنظر في ان انفراجه الحاله الاقتصاديه والنظر في زياده الحد الادنى للاجر مره اخرى. يعني منتظر انه منتظر بعد كمان رمضان انه الحد الادنى للاجور يزداد في حاله ان الاحوال الاقتصاديه بدا يحصل مع اصحاب الاعمال بعد الانفراجه، وده هنا اللي بتتكلم على القطاع الخاص يا باشمهندس القطاع عماد. الخاص كله يا فندم. اي ماشي، فده الشكل الاخر. الشكل الاخر برضو اللي اتكلم فيه المجلس القومي للاجور بشكل مختلف المره دي، ان احنا بنمثل مصلحه العمل ومصلحه الدوله، يعني سواء بطرفيها اصحاب الاعمال او العمال. تم الاتفاق ان المجلس القومي للاجور يبدا يتبنى بعض المبادرات لتدعيم مبادره زي مبادره ابدا الصناعيه اللي اتكلم فيها فخامه الرئيس او اللي اطلقها فخامه الرئيس، لبحث معوقات اصحاب الاعمال ومعوقات انطلاق الصناعه، لان الرهان بتاعنا هو القادم، هو رهان الصناعه وتطويرها. وارجو من برنامج محترم زي برنامج حضرتك ان يا ريت يتم تخصيص حلقه عن موضوع الصناعه واهميتها وتطويرها ودعم مبادره الرئيس اللي قالها عن حاضر موضوع ابدأ لصناعات حاضر كبيره يشرف جدا. عندنا عجز في يشرف الورق، عندنا عجز في الاطارات، عندنا عجز في حاجات كتيره، ايوه والتضخم هيقل. ترحين افكار طبعا لحلول هذه المشاكل. عندنا بص يا فندم، في المشاكل والمعوقات والحلول المقترحه، هاي لان التضخم بياتي نتيجه قله الانتاج وزياده الطلب وقله نعم الانتاج. فاحنا نعم عايزين الفتره اللي جايه نشوف ايه المعوقات عشان مصر، الرهان ان شاء الله، الرهان اللي اطلقه الرئيس تطوير
الصناعه وان رهاننا هو رهان الصناعه، لازم كلنا نمشي في نفس الاطار. وده مش كلام ان احنا لا، ده الكلام ده الحقيقه، ان احنا لازم كلنا ندعم هذا التوجه، صحيح، ان احنا نصنع بايدينا، نسد الاحتياج الداخلي، ايوه، نقلل احتياجنا للعمله. ما عندناش حل غير كده، لا رفاهيه في هذا تمام الحل. تمام ونرجو ان حضرتك تتبني هذا الموضوع، وما يبقى موضوع مهم جدا قريبا وباذن قريبا تشرفوني، الله ده يا شرف فندم. لي، ده شرف وشكرا لي، لحضرتك، شكرا لحضرتك، بشكرك كل سنه وانت طيب باشمهندس يا فندم. عماد.